السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. رفع كل من وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل ومحافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بوريك ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي برقيات تهانٍ لفخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني 53 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وقالوا في برقياتهم: يطيب لنا بهذه المناسبة العظيمة أن نرفع لفخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه الأعياد التي تجسد قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد والوعي بقضاياه والدفاع عن مصالحه. وأضافوا: من المؤسف أن تأتي هذه المناسبة والدم اليمني لا يزال يسفك ومعاناة شعبنا تتفاقم بسبب رفض المتمردين لدعوات السلام والتسليم للإرادة الشعبية والقرارات الدولية. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى محمد علي الأشول وإخوانه ويحيى صالح الأشول وإخوانه وكافة بيت الأشول في وفاة فقيد الوطن ورجل الأعمال والخير الشيخ علي صالح الأشول الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض وحياة حافلة بالعطاء. وأشار نائب الرئيس إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإخلاصه في كل الأعمال التي تولى مسؤوليتها وما تركه من بصمات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات في هذه المرحلة الصعبة والمضي قدما نحو الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كافة المكونات السياسية وتوافقت جميعها على دولة مدنية ديمقراطية اتحادية من 6 أقاليم إقليم حضرموت أحدها. جاء ذلك خلال لقائه في المكلا بمجموعة من النخب السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية بساحل حضرموت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب ووزير الإعلام معمر الإرياني ووزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بوريك، وتمحور اللقاء حول التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في نشر الوعي والمعرفة، وعلى وجه الخصوص جامعة حضرموت التي تعد السباقة في الإعداد والنهضة لإقليم حضرموت. وأشاد رئيس الوزراء خلال لقائه في مدينة المكلا برئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش وأعضاء هيئة التدريس بحضور وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أحمد أبا سلامة ومحافظ المحافظة اللواء أحمد بن بريك بالجهود التي يبذلها رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في ظروف استثنائية غاية في الصعوبة. قال محافظ الصعدة هادي طرشان الوائلي إن قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة تمكنت من السيطرة على مهبط للطائرات المروحية بمديرية كتاف وكذا جبل الثائر والجبال المحيطة بسوق منفذ البقع الحدودي، وأنه يجري تطهير السوق من الألغام. وأضاف في تصريح صحفي أن الجيش تمكن من السيطرة على المطار بعد معارك ضارية مع عناصر الميليشيات، مبينا أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وأكد المحافظ في تصريحات صحفية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية توغلت أكثر من 25 كيلو باتجاه مدينة صعدة.
وأوضحت مصادر محلية أن الجيش والمقاومة يتقدمان غربا باتجاه مركز مديرية كتاف تحت غطاء جوي من طائرات التحالف، حيث تدور اشتباكات عنيفة على مشارف مركز مديرية كتاف. قتل 5 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح وأصيب 9 آخرون خلال المواجهات التي شهدتها جبهات القتال في مدينة تعز مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وقال المركز الإعلامي للمجلس العسكري في تعز إن 12 من القوات الحكومية جرحوا في المواجهات، وأصيب 7 من المدنيين بسبب القصف المستمر والعشوائي على الأحياء السكنية من قبل الميليشيات. وأضاف أن عددا من المصلين في مسجد السلام الواقع في منطقة المطار القديمة جرحوا خلال صلاة الجمعة أمس بعد قصف الميليشيات المسجد بقذيفة مدفعية من مواقع تمركزها في تبة الضنين غربي المدينة. وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بالجبهة الغربية للمدينة إثر هجوم شنته الميليشيات، ولكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استطاعت إجبارهم وصدهم على التراجع. لقي قائد قوات خفر السواحل وقائد المنطقة العسكرية 5 المعينين من قبل ميليشيات الحوثي مصرعهم إثر غارة جوية لقوات التحالف في محافظة الحديدة. وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف شنت اليوم غارة جوية استهدفت مبنى قيادة المنطقة 5 في الحديدة. وقالت مصادر إعلامية إن طيران التحالف شن غارة جوية على مبنى قيادة محور المنطقة العسكرية في الحديدة بالتزامن مع اجتماع لقائد قوات خفر السواحل وقائد المنطقة العسكرية 5 وعدد من الضباط والجنود التابعين للميليشيات الانقلابية. قتل 5 من ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة وميليشيات الحوثي في مناطق الشاذبي وهضبة صباح وجهيد بمديرية ذي ناعم بعد هجوم للمقاومة على نقطة الشاذبي، ما أسفر عن مقتل 5 من الميليشيات. إلى ذلك شنت ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا بالدبابات وبي ام بي على مناطق المديرية بشكل عشوائي. شكرا للمتابعة، في أمان الله.